التوانسة كيف تسمح لي واحد كيف هذي يخش؟ تونس فيها دولة وحكومة ولا سالكة الأمور يعني؟ يا أخوتنا التوانسة ولا الحكومة التونسية، هل لما حصلت الأحداث في تونس ليبيا دخلتكم جيشها لكي يعيد زي العابدين؟ دخلت ليبيا جيشها باش تفرض واحد من القيادة التونسية عليكم؟ لم تتدخل الدولة الليبية في شؤونكم. الآن كل المصائب تأتي من المنطقة متاعكم انتم. ليفني إسرائيلي يا راجل يدخل يعبر عن طريق حدودكم؟ التوراة اللي في تونس نعتقد كنا نعتقد أنها غيرت تونس من المصاف كذا ومن حكم الإقطاعية وحكم الرأسمالية وحكم البزنس إلى الأفضل، مش سرداح مرداح طلقة الميع البطيخ. إذا كان هذا الأمور هكذا كيف تسمحوا لكم شأفاقين؟ هل هذا أنت بتعتقدوا أنهم إذا كان فيه واحد تونسي عنده عقل فايق يعتقد أن كمش عصابات مسلحة بعشرين وبثلاثين ولا بمئة سيارة بيهز من الجيش الليبي راهو إلى الآن يحتاج لتصليح في دماغه؟ أنت بكلكم إخوان التونسيين جايين للدولة الليبية وتعرفها، تعرفوا إمكانيات الدولة الليبية شنو هي، تعرف إمكانيات الجيش الليبي شنو، قدرات الجيش الليبي شنو. لعلمكم يا أخوتنا التوانسة لم تخرج إمكانيات الجيش الليبي حتى 2% ما طلعت الشرس، رأي اللي تقاتل كتائب معدودة يعني كتيبتين أو ثلاثة فقط، كتائب الجيش الليبي لم تخرج إلى الآن. وأنتم خير من يعلم يا سادة أنه عندما يجد الجد حتتحول 5 مليون بندقية وخمسة مليون رشاش وخمسة مليون قادف وخمسة مليون انتحاري وانتحارية، وأنتم تعرفوا هذا جيدا. أقولكم أنا الشعب الليبي الآن يتضرر، جاهز بالسلاح، كل الشعب الليبي مسلح، تشوف السلاح في الشوارع. لكن يا أخوتنا التوانسة أرجوكم أرجوكم القبائل اللي تأتي وتبايع، نحن نريد فعلا لا نريد قولا ولا مسلم، لما دخل هذا داخل من الحدود راه مفروض يا تونس حتى الأجواء متاعك لا يستعملها الحلف ولا يدخل عن طريق البر. المفروض القوات المسلحه تنسفها، الطريق اللي بين 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 دهيب وبين الواحد مفروض لا تصلح لمرور اي عربيه، خلاص انتهي الطريق، تمسحها مسحبك، ما عادش نبوا طريقك، خلى وين ما يطلع يطلع وين ما بيمشي، انشروا القوات المسلحه فيها واللي يطلع اقمعوه، اي واحد من هنا ولا من هنا ما عادش